كان وسيبقى موضوع إدارة التنوع المجتمعي بما يحقق ويعزز التعايش السلمي بين أبناء هذا التنوع ويجعله قيمة إضافية وغني للدول التي تتميز بهذا التنوع. كان ضمن اهتمامات وبرامج عمل مجلس الكنائس العالمي منذ تأسيسه في جنيف سويسرا عام 1948 ومنظمة كابني في العراق منذ تأسيسها في دهوك عام 1993 ومنظمة أفق للتنمية البشرية منذ تأسيسها في بغداد. وحيث أن العراق هو من أغنى دول المنطقة بتنوعه الأثنو ديني الذي ينعكس تنوعا هوياتيا وثقافيا ولغويا وتراثيا جميلا من ناحية، والمصاعب والتحديات التي يواجهها هذا التنوع حتى بات بعض مكونات هذا التنوع مهددا في وجوده التاريخي في الوطن الأم من ناحية أخرى. فإن مجلس الكنائس العالمي بادر إلى برنامج عمل يهدف إلى بناء وتعزيز الجسور بين مكونات الفسيفساء العراقية الجميلة، حيث نظم وبالتنسيق مع منظمة كابني لقاء لمدة 3 أيام في بيروت شاركت فيه مرجعيات ونخب من كل الطيف الديني والمذهبي والقومي والثقافي العراقي. شارك الحضور بروح المسؤولية الواعية في نقاشات وحوارات تفاعلية غطت واقع التنوع العراقي والتحديات التي واجهها. وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون بتوصيات وخارطة الطريق تركزت في مرحلتها الأولى على محور التربية والتعليم وتحديداً المناهج المدرسية ومدى تعبيرها الإيجابي عن التنوع العراقي، حيث أجمع المشاركون على أهمية دور مناهج التربية والتعليم وبخاصة في المراحل الأساسية في التعريف بالتنوع بما يجعل الطلبة يعرفون عن شركاء الوطن. الجدير بالذكر أن دور مجلس الكنائس العالمي اقتصر ويقتصر في هكذا مبادرات على تسهيل وتيسير الاجتماع الذي تتحدد محاوره ونقاشاته وتوصياته من قبل المشاركين أنفسهم. وبناء على توصيات مؤتمر بيروت فقد انطلقت خطة عمل من قبل الشركاء التنفيذيين منظمتي كابني وأفق مع وزارتي التربية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. قادت كابني العمل مع وزارة التربية في إقليم كردستان بورشات عمل متخصصة لتربويين وناشطين من كل مكونات من جهة وخبراء مواد الاجتماعيات في مديرية المناهج من جهة أخرى. تمخضت اللقاءات التي تجاوزت 10 ولمدة تجاوزت 6 أشهر عن الخروج بتوصيات لاعتمادها في مراجعة مناهج الاجتماعيات للمرحلة الأساس. تضمنت إضافة نصوص أو صور تعبر عن التنوع أو تعديل نصوص موجودة أو إلغاء أخرى. تم اعتماد نسبة كبيرة من هذه التوصيات وبما يسمح به حجم المنهاج، فيما ما زالت التوصيات الأخرى معروضة للنقاش والاعتماد. لقد كانت تجربة رائعة من التعاون والتنسيق بين المرجعيات الحكومية ذات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين من جهة أخرى. وبذات السياق والنسق قامت منظمة أفق وهي المنظمة المعتمدة لدى وزارة التربية الاتحادية بالعمل على مراجعة مناهج الاجتماعيات الاتحادية وتوصلت إلى نتائج مناسبة. لم يقتصر العمل فقط على المناهج ولكن توسع ليشمل أعداد منهاج دليل المواطنة وورش تدريبية للكادر التعليمي. ومع انتهاء المرحلة الأولى أي مراجعة المناهج نظم مجلس الكنائس العالمي وبالتنسيق مع منظمة كابني لقاء ثانيا للمرجعيات والنخب من كل الطيف العراقي في بيروت للفترة من 12 إلى 16 من كانون الأول عام 2022 لعرض ما تم إنجازه في مجال التربية والتعليم ومناقشة خطط العمل المقبلة. فاتفق المشاركون على أهمية العمل على محور التشريعات التي تتعلق بالأقليات ومحور الإعلام ودوره في التوعية بالتنوع العراقي وبما يخدم الاعتراف بالتنوع والقبول به والتعرف عليه والتعريف به. وتنفيذا لهذه التوصيات تم تنظيم 3 أيام من الجلسات الحوارية في أربيل بين 4 و 6 من كانون الأول عام 2022 واحتفالنا اليوم بيوم التسامح الوطني وتحت عنوان نعيش معا، وجلسة عمل يوم غد التي سيشارك فيها خبراء مستشارية الأمن الوطني ونخب أكاديمية واختصاصية من مختلف مكونات التنوع العراقي، هو خطوة أخرى يخطوها مجلس الكنائس العالمي وشركائه التنفيذيين منظمتي كابني وأفق في هذا المسار. سنبقى نعمل جهودنا ونتشاركها معكم للحفاظ على هذا الطيف العراقي الغني والرائع بألوانه وليبقى العراق بلد التنوع والجمال.